ليس عند الله أمر مستحيل. لما الملاك جبرائيل بشر العذراء مريم بالحبل الإلهي وبأنه رح يتجسد بأحشاء ابن الله، أعطاها علامة، قال أنه نسيبتك إليصابات هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها، لأنه ليس عند الله أمر مستحيل. هالعلامة اللي أعطاها ربنا لمريم ترتبط بتاريخ العهد القديم، بالاختبار اللي عشته البشرية لما كانت بحالة عقم، والله القادر على كل شيء هو خالق السماء والأرض، أعطاها الحياة، أعطاها مولود. ولذلك اليوم كمان الملاك عم بيقول لمريم ليس عند الله أمر مستحيل. هالكلمة أحبائي بتخاطبنا بواقعنا اليوم، لأن نحن كمان اليوم بحالة عقم، بحالة لا حياة، ما في أفق، في يأس، في صعوبات كبيرة عم نمر فيها، ومنسمع صوت الملاك عم بيقلنا مثل ما قال لمريم ليس عند الله أمر مستحيل. هالأمر ما بيصير أحبائي بعمل سحري، ولكن باختبار، بأنه الرب يفتح أمامنا أبواب، كلمته اللي هي نور لحياتنا بتساعدنا لحتى نقدر نكتشف حضور الرب، وبيساعدنا كيف نكون عم نعيش بأمل جديد وبرجاء جديد، لأنه ربنا معنا. هالإله اللي خلصنا، هالإله اللي مات وقام واللي إجا ليرجع الإنسان ابن لله ويرجع له كل قيمته، بيقلنا أنا حي، أنا حاضر بتاريخكم، وأكيد بحاجة لكل واحد منا لحتى يكون عم بجسد محبته وعم بيخليه يكون حاضر من خلال كل عمل محبي عم بيقوم فيه. اليوم صلاتنا أحبائي إنه الرب يساعدنا لحتى نكون علامة نور بقلب عالمنا المظلم، بقدر ما الرب يكون عم بنور قلوبنا وعم بنور حياتنا. إلو المجد إلى الأبد. آمين.